من عين عيسى معي مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا نعرف لماذا توقفت، إلى أي درجة سيكون صعب التمييز بين من هو متحصن ومدني، إلى متى، وما الذي أهم ما يدور في أروقة التفاوض؟ نعم، مرحبا بكم. نحن كقوى سوريا الديمقراطية لسنا طرفا في هذا التفاوض. المبادرة هي لوجهاء وشيوخ العشائر في منطقة الرقة وبالتنسيق مع المجلس المدني لمدينة الرقة. نحن كقوى سوريا الديمقراطية نتعاطى كملف إنساني ونمتثل لما يقرره شيوخ ووجهاء العشائر من حيث تخفيض حدة التوتر في بعض المحاور أو حتى وقف إطلاق النار في بعض الجبهات أو بعض المحاور لإفساح المجال لإجلاء المدنيين، إجلاء ما يمكننا إجلاءه. هذا التزام أخلاقي لدينا سواء كانت هناك مبادرة أو لم تكن، بدليل أنه منذ شهر ونحن نحاصر آخر معاقل التنظيم الإرهابي قواتنا لم تحصل على الضوء الأخضر بالاقتحام فقط لكي نجنب المدنيين ويلات ومخاطر هذه الحرب، بمعنى أن قواتنا كانت تتخندق في محاصرة تمركزات التنظيم الإرهابي وتؤمن الغطاء الناري لإفساح المجال للمدنيين للخروج من قبضة التنظيم الإرهابي. وبالتالي في الأيام القليلة الماضية كانت هذه المبادرة تعاطينا معها بإيجابية، أجلي أعداد لا بأس بها من المدنيين، لكن حتى الآن يبدو أن التنظيم الإرهابي أجلي عدد. ماذا قلت سيد مصطفى؟ بالأيام الماضية قلت في الأيام القليلة الماضية أجلي عدد لا بأس به من المدنيين، يوميا كان هناك نسبة لا بأس بها من المدنيين يتم إجلاءهم من الجهة الغربية للمدينة ونقلهم إلى الأماكن الآمنة، لكن الآن ما زالت المعارك مستمرة بين قواتنا ومرتزقات التنظيم الإرهابي في المحاور المتبقية، المحاور التي لا تشملها المبادرة. نعم، هل من عدد تقريبي هو ما زال محاصرا في الداخل وتنوون إجلاءه؟ ليست لدينا أعداد دقيقة وليست هناك إحصاءات رسمية، لكن الناجون من هذه المنطقة والذين وصلوا إلى المناطق الآمنة يتحدثون عن أرقام متفاوتة. طبيعة الحال كل إنسان يتحدث عن الجهة التي جاء منها. نعتقد أن هناك ما زال أعداد لا بأس بها من المدنيين عالقين في الأحياء المتبقية لمدينة الرقة. نحن جاهزون للتجاوب مع أي مبادرة وأي جهة تستطيع أن تقدم المساعدة في هذا الإطار، نحن جاهزون لها، لكن بالنتيجة نحن نخوض معركة مع تنظيم إرهابي. هذا التنظيم الإرهابي ليست لديه روادع أخلاقية وليس لديه ما يمنعه من استخدام المدنيين كدروع بشرية، بدليل أنه يوم أمس تم استهداف مواكب المهاجرين والنازحين من مناطق النظام ومناطق داعش إلى مناطق المحررة لقواتنا في منطقة دير الزور. استهدف المدنيون النازحون، كان هناك عشرات الضحايا بين الشهداء وجرحى، كان هناك استشهاد الصحفية دليشان إبش مراسلة وكالة أمل العوار، إصابة الزميل رزقار دنيز أيضا هو مراسل وكالة أنباء العوار. إذن هذا التنظيم الإرهابي لا يردعه رادع فيما يتعلق بملف المدنيين. أنا أشكرك جزيلا. من عين عيسى سيد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.